طاهر، اكيد النهارده يعني خسرنا المباراه، ولكن انا يعني من وجهه نظري المتواضعه طبعا بعد حضراتكم انه كان في مكاسب. يعني طبعا النهارده انا اقدر اقول ان في يعني اخد من كابتن سلاوي بيقول نقدر نبني عليه، لا انا شايف النهارده في مكاسب عديده في المباراه، شايف ابرزها ايه يا كابتن؟ ابرزها ان موضوع الكامباك. يعني انا الاهلي بقاله 3 سنين معودنا ان هو بيفرق وبيقدر يرجع في الكوارتر الثالث والرابع وبيعمل فرق، حتى لو كان مبتدي بدايه فيها شيء من المستوى ضعيف تاخر بيقدر يعمل كامباك. وبدليل ان في الزمالك حصل نفس الكلام. الزمالك كان يعني في الاخر بعد ما كان حوالي حاجه 25 بونت صحيح. اعتقد في الحدود دي نزل لفرق 6 و7 بونت وبعد كده وقدرت انت تحط 100 بونت رغم ان انت عندك مشكله في الديفنس وتحط فيك 110 بونت. صحيح. فالكامباك ده اكبر مكسب، وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي ان هو ممكن في اي وقت يقدر يرجع. يعني في الكوارتر الثالث شفنا ان هو قدر يرجع ويوصل ويخلي الفرق اللي هو كان وصل 15 بونت و18 بونت في وقت من الاوقات ان هو بقى باسكت. ده شيء. الشيء الثاني كمان ان مفاتيح اللعب يعني من ناحيه ايهاب امين او ابتدى تاني يرجع لمستواه المعهود اللي بيظهر في الاوقات اللي بتبقى محتاجينه فيها وخاصه في الهجوم. ده شيء. الشيء الثالث كمان ان انت قدرت تشتغل تعمل الشغل ده، حتى والعوده والكامباك اللي انت عملته بصوره جيده بالناشئين زي كريم حاتم، ان يعتبر ان هو البلي ميكر يعني شال الفرقه في اوقات معينه ما فيهوش مشكله وجاب له 3 بونت. ده شيء. الشيء الثاني انك انت قدرت تنزل لعيب عنده 18 سنه وياخد ثقه ويجيب 3 بونت برضك وكان هو كويس محمد خيري. فبالتالي ما زال ان في ناشئين بتتعوض عليهم تتعوض رغم انك انت بتحطهم في اختبار، انت بتلعب الاتحاد. نعم. بتلعب يعني ده يعني يعتبر من نهايات الدوري. منافسك اللي 3 اخر 4 سنين هو الاتحاد.